السلام عليكم. اولا كنشكر سوس بلس على جريده سوس بلس على الاستضافه. معكم محمد بوزكري، جروب ادمين ديال جروب ليزونج، يعني واحد الجروب اللي يعني تقريبا من اقدم جروب في اكادير الا ما خفتش نكذب، يعني من ليزونسيان، نقدر ما نقولش الوحيد ولكن المهم من ليزونسيان ديال لي جروب اللي كاين في اكادير. والحمد لله من 2015 وحنا مجموعين، يعني واحد التوتال ديال لي مانبر اللي كيتراوح ما بين 140 150، والهدف ديالنا هو الاعمال الخيريه، ودرنا بزاف ديال لي زاكسيون سوسيال. وجاتنا هذه الفكره ديال الكالا تشاريتي اللي عباره عن حفل خيري واللي كيدار تقريبا كل عام لمده، يعني هذا هو الكاتريام ايديسيون ديالو، ان شاء الله اللي غيدار في لو 9 نوفمبر، يعني 9 في الشهر الجاي ان شاء الله، في قاعه كليوباترا. اللي غيعرف حضور مجموعه من الفنانين معروفين على الساحه، يعني الساحه ديال سوس، كمجموعه ايت لامان، مجموعه انرزاف بيزنقاد، مهدي قاموم، و اوركسترا شكري، و يعني و ستار دوراي، الشاب طارق، والشاب يوسف، والشاب يوسف الاخر، والشابة بشرى، يعني بزاف ديال المفاجات، وبحال دقه لهواريه. ان شاء الله غادي يعرف التكريم ديال مجموعه من الوجوه، يعني الفنيه والكوميديه، والناس اللي يعني اللي يستاهلوا التكريم تقريبا، يعني تم اختيارهم حسب معايير معينه. ان شاء الله غادي يكونوا بزاف المفاجات. وبالنسبه لي تيكي راه تقريبا غاديين في مافونسين في البيع، وما بقاش بزاف، وحنا انا اللي مكلف وياسين الهلالي، حنا ما عندناش شي ما عندناش حنا شي معايير معينه، يعني بنادم يكون يعرف تعرف الهدف ديالو شنو هو، يعني يكون عنده هدف، هدف ديالو بحال هدف المجموعه، يكون يساير الاهداف ديال المجموعه، هذا هو المهم. يعني اي حاجه كديرها كيكون معك فيها، هذا هو المعيار الاساسي ديالنا، يعني فيما دير شي عمل خيري تلقى معك، يعني هادشي اللي كاين. والناس ديال الجروب يعني ما كيتبدلوش بزاف، يعني كاين واحد لاباز تقريبا من نهار تخيل الجروب، يعني بقات واحد لاباز هي اللي غادي، يعني الا كتزيد شويه وهذا يكون معك، هذا هو اللي كاين. وشكرا على الاستضافه.